افتتاح الفرع من ضمن استراتيجية البنك الإسلامي العربي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن ومن المناطق الاقتصادية لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، فبالتالي هو ضمن استراتيجية البنك التوسعية. بالنسبة لفرع التيل هو كما تعرفين هو منطقة زراعية، وهذا يأتي بالدرجة الأولى بسبب اهتمام البنك بخدمة القطاع الزراعي وتوفير التمويل للقطاع الزراعي، إضافة طبعا إلى القطاعات الأخرى. نحن نأمل إن شاء الله من خلال هذا الفرع أن نكون بخدمة العملاء الموجودين في وادي الشعيرية اللي الغصون عتيل علار والمنطقة ككل إن شاء الله، مما يساهم في إيصال الخدمات البنكية الإسلامية والشريعة الإسلامية لأكبر عدد ممكن من المزارعين والعمال والتجار الموجودين في هذه المنطقة. وجود البنك الإسلامي إلى جانب المصارف الأخرى هو شكل إضافة نوعية للقطاع المصرفي في فلسطين، وتعرفي أنت لا تستطيع أن تكون أنه في وجود تنمية أو بناء تنمية أو حتى تشجيع الاستثمار وانطلاق عجلة الاستثمار بدون أن يكون هناك في عندنا مصارف، فأصبحت يعني الجهاز المصرفي في فلسطين يعني جزء أصيل وركن أصيل في عملية التنمية. هذا عدا أنه إحنا بنعتبر من أهم مكتسباتنا العمل الوطني الاقتصادي اللي هو وجود مثل هذا القطاع المصرفي اللي بلش يشكل عمليا يعني شيء إضافي يعني شيء مركزي وأصيل في عملية الاستثمار والتنمية في محافظتنا. واليوم احنا بنقول يعني هاي اللفتة لهذه المنطقة الزراعية بشكل عام وبالذات تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، هذا لا شك انه بالفعل يعني يشكر عليه إدارة البنك العربي الإسلامي، وإن شاء الله رب العالمين إنه المواطن بلمس هاي الخطوة في الأيام القليلة القادمة. الفرع 18 للبنك الإسلامي العربي، ولكنه الفرع الثاني فقط الإسلامي في محافظة طول كرم. هناك بنك في طول كرم، وهو إضافة جيدة جدا في هذه المنطقة، وأعرف أنه سيخدم ليس فقط بلدة عتيل بل القرى المجاورة أيضا لبلدة عتيل. وهناك يعني ما هو التفرع إلا دليل على أن هناك زيادة في الطلب على الصيرفة الإسلامية. كثير من الناس يعني يودون أن يدخلوا القطاع المصرفي ويجدون أن ليس هناك من مصرف إسلامي يلبي حاجاتهم، فكان هذا المصرف هو لتلبية حاجة فعلا ماسة في هذه المنطقة. وهدية إلى قطة النهضة الفلسطينية. نشكر بلدة عتيل على حسن ضيافتها.